يا نهار اسود، زومبي في الشارع؟ في ايه يا زيزو؟ ده وقت فرجه على افلام رعب. افلام رعب ايه ده بجد؟ اهو شاب في احدى صالات الديسكو يتحول لزومبي بسبب مخدر الفليكا. هو في ايه؟ ده نوع مخدرات منتشر بره مصر، بس واضح انه بدا ينتشر هنا كمان. بيرفع درجه حراره الجسم فجاه وبيخلي الانسان مش قادر يسيطر على نفسه، بيبقى عدواني جدا. هو حصل فين الكلام ده؟ في ديسكو، على الفيديو اهو. طب ايه، الناس اللي بتاخد المخدر ده بيبقوا مدمنين بعد كده ولا بيرجعوا طبيعيين تاني؟ معظم مدمن الفلاكه بيموتوا في الاخر، يا اللي بالانتحار بسبب الاكتئاب، يا اللي بيتجننوا لان عقلهم مش قادر يرجع زي الاول، او بعد فتره بقى بيموتوا لما وظائف الكلى تقف. ده الكلوب بتاع مهاب. مهاب مين؟ لا لا انا بس افتكرت حاجه عن اذنكم. لا لا استنى، في انت خفتي ولا ايه؟ لا اقعدي اقعدي ما تخافيش، احنا بعد كده نمسك شوت جان في ايدينا بقى، واي زومبي نلاقيه معدي في الشارع نديله بطلقه في الراس كده، عشان الزومبي ما بيموتش الا بطلقه في الراس. وحشه؟ قوي. ازيك يا خير؟ اهلا يا اخويا. بقول لك ايه يا حاج؟ انت زي ما لبستني في حوار الفلاكه ده تخرجني منه. افهم يا غبي، اللي حصل ده عادي واحنا ملناش دعوه بيه خالص. يا حاج ملناش دعوه بيه ازاي؟ بقول لك بنتي كانت هتخرب، الواد رفع الحبايه وطاح في الديسكو كله، ده نفرين كانوا هيموتوا في ايده. اسمع يا حاج، انا مش هشتغل في حوار الفلاكه ده تاني ولا هوزعها. مش هتوزع ايه يا روح امك؟ ده انا دافع فيها دم قلبي البضاعه دي. وبعدين انت عارف احنا جايبين كميه قد ايه؟ ايه؟ هنشربها احنا؟ وبعدين احنا لو ما عرفناش نوزعها هنقل في نظر الراجل اللي بيثق فينا بقاله سنين. يعني هنعمل ايه؟ يا حاج بقول لك بيتي كان هتخرب، الديسكو كان هيتشمع. اديك انت قلت الحل، ملناش دعوه بالديسكو. الديسكو ده مكان وله زبونه، الفلاكه ليها مكان تاني. يا نهار ابيض، بص عد صاحبه ازاي؟ بس تفتكر ده ليه سنانه ما قلبتش زي الزومبي؟ يا ابني اسكت بقى، بخيالك الطفولي ده. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا بابا. ايه اللي رجعك بدري من جورنال؟ لا انا ما روحش جورنال، انا كنت بشتري لبس النورهان. لبس ليا انا؟ ما تقلقيش، هيجوا على ماسك، بس يا رب الذوق يعجبك. بجد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ايوه يا هيلو، والعه خالص اهي. طب ايه بقى؟ مفيش حاجه علينا؟ ولا تقلق. ما تخليك مؤدب يا بنت، عيب. انتوا كنتوا بتتفرجوا على ايه؟ على زومبي. مين؟ زومبي. زومبي ايه؟ زومبي وصل عندنا في مصر هنا. ايه الزومبي ده؟ الناس الاموات اللي هم بيتحركوا كده بالمنظر ده. يا نهار اسود، هي الايام قامت. ده بجد يا بابا، لازم حضرتك تشوف الفيديوهات دي. مدام غاده موجوده؟ ايوه يا فندم. مدام نجله ازاي حضرتك؟ الاستاذه لجت كل مواعيدها مستنيه حضرتك، اتفضلي. هتفضلي بصالي كده كتير؟ ده انت حتى ما عزمتنيش على حاجه اشربها. في ايه غاده؟ ابدا، بطمن عليكي بس بعد سهره امبارح، لا يكون في اصابه كده ولا كده. بسطتي؟ لا والله، جمال هو اللي ممكن يجاوبك على السؤال ده. لا، ما هو اصل جمال ما يعرفش، انا وانتي بس اللي عارفين. هو انا ما قلتلكيش اصل جمال ما كانش موجود في سهره امبارح؟ ما كانش موجود؟ امال مين اللي كان سهران معايا؟ تفتكري شبحه؟ مش شبحه، صاحبه. تتخضيش قوي كده يا حبيبتي، ده انا برضو ستر وغطى عليكي، ده انتي الحله وانا الغطى. بس بصراحة زعلت منك قوي 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 يا نوجة. ايه الذوق ده؟ بقى جمال حبيبي جوزي يتخان مع عامر؟ كنت استنضفي. مش فاهمة تقصدي ايه. لا 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 يا نوجة عيب، احنا اتفقنا نبقى شركاء حلوين، والشركاء الحلوين بيلعبوا مع بعض ما بيتخانقوش، بس برضو ما بيخبوش على بعض حاجة. عايزة ايه يا غادة؟ بتلفي وتدوري على ايه؟ أموت أنا في مربط الفرس. عايزاكي تكتبي لي معرض الموبيليا بيع وشراء، وإلا هبعت اللي صورهولك عامر لجمال، وانتي بقى ما تعرفيش جيمي لو عارف إنه بيتخان ممكن يعمل إيه. هو عامر مصورني فيديو؟
بأمارة قميص النوم الأحمر دم غزال. يا متحني أنت، بس تعرفي أنا زعلانة منك قوي يا نوكا. كنت فاكراكي صاحبتي كده تستخسري فيا قميص النوم، بس يلا معلش أنا قلبي كبير. عموما خلي الفلاشة معاكي وتفرجي عليها براحتك، كيس تكوني ناسية حاجة كده ولا كده، وأنا بقى هستنى منك تليفون علشان نخلص إجراءات المعرض، بيع وشراء. خدي. عايزة ايه يا غادة؟ بتلفي وتدوري على ايه؟ أموت أنا في مربط الفرس. عايزاكي تكتبي لي معرض الموبيليا بيع وشراء، والا هبعت اللي صورهولك عامر لجمال، وانت بقى ما تعرفيش جيمي لو عارف انه بيتخان ممكن يعمل ايه. هو عامر مصورني فيديو؟ بأماره قميص النوم الاحمر دم غزال. يا متحني انت، بس تعرفي انا زعلانه منك قوي يا نوكا. كنت فاكراكي صاحبتي كده تستخسري فيا قميص النوم، بس يلا معلش أنا قلبي كبير. عموماً خلي الفلاشة معاكي وتفرجي عليها براحتك، كيس تكوني ناسية حاجة كده ولا كده، وأنا بقى هستنى منك تليفون علشان نخلص إجراءات المعرض، بيع وشراء. خدي. مريم في قضية المخدرات دي قالت إنها خدت الكاميرا معاها، وده معناه إنها ممكن تكون صورت اللي حصل. ورسمة المفتاح دي ممكن تكون كانت قصدة بيها أي حاجة. الكلام ده من 2007، يعني ممكن يكون الشخص اللي بتتكلم عنه ده مات أو هاجر أصلاً، وممكن يكون عايش. وبعدين بقى ما تردي يا نوع، هتكون راحت فين يعني؟ بنتك مش هسيبها، لو وصلت لدرجة الخطف هخطفها. يا ستار يا رب. مريم في الأول كانت كاتبة مذكراتها باللغة العامية، جت في آخر جملة كتبتها بالعربية الفصحى إنه حقا طريق الوداع. تقصد إيه؟ مش يمكن مريم تقصد بطريق الوداع ده إنها قررت ما تشتغلش مع المنتج ده تاني؟ أو يمكن ده رمز لطريق موجود فعلا فيه مكان هي مثلا شايلة فيه دليل يدين صدقت. لقيتها يا هلو، لقيتها. طريق الوداع يعني طريق النهاية، ومفيش أي حاجة قريبة من الكلام ده غير طريق نهية. قوم يا ده امشي من هنا، قوم امشي من هنا. ده رعبني كل شوية، رعبني خلاص. أنا في حاجة افتكرتها. إيه هي؟ تحبي تتفرجي على الافلام؟ اه طبعا، كان كل يوم جمعه بيفرجونا على فيلم الضرب واحنا صغيرين، بس بعدين ما بقاش بيحصل. بس كنت بفرح قوي لما بيفرجونا على فيلم من افلامك، كنت بقعد اتمنظر وسط العيال واقول لهم ان دي قبل مريم بنت ماما امال. هو حضرتك اتفرجت على كل الافلام دي قبل مريم؟ اه طبعا، انا بعشق السينما. الوقت لما بكونش واقفه فيه قدام كاميرا او بمثل لازم اكون بتفرج على فيلم جديد. كل الأفلام دي حتى لو شفتها بتفرج عليها تاني وتالت وما بزهقش. السينما بالنسبة لي حياة، أغلى حاجتين في حياتي التمثيل. وإيه؟ مفيش. تحبي تفرجي على فيلم في يوم؟ يا ريت. طب خلاص اختاري فيلم بنفسك. ماشي. أنا عايزة أتفرج على ده. لا بلاش ده، خليني أشوفه الأول لوحدي. ورسمة المفتاح جاية جنب جملة طريق الوداع، يبقى الشريط ده هو مفتاح القضية. الشريط ده نجيبه منين؟ مريم خدته مني وقتها وشالته في درج المكتب. يعني إيه ما ينفعش أجي؟ بس مامي لسه ما رجعتش، ولو جت لقيتنا لوحدنا ممكن تشك في أي حاجة.
طب وايه المشكله يعني؟ ما انا باجي وبديكي درس، ولو جت ولقيتني موجود مش هتتضايق خالص على فكره. معلش اقعد انت بس عشان خاطري في اي مكان، وهي اول ما تيجي انا هكلمك على طول. يعني انت عايزاني اقف في الشارع يا منى؟ انا مش فاهم. خلاص براحتك براحتك، تمام هعمل اللي انت عايزه. ولا لقيتي حاجة؟ لا. هتكون شايلها فين دي بس؟ المهم انك كويس. بقول لك اللابتوب بتاعي اتسرق. خلاص مش مشكلة، دي حاجة تتعوض يعني. المشكلة مش في تمنه. أمال المشكلة فين؟ في الحاجات اللي عليه. هيكون عليه إيه يعني؟ الشنطة يا ست ايدك يا ست الكل. لو في اي مصلحه تاني احنا في الخدمه، تشغليش دماغك. لو عايزه صاحب الشنطه ذات نفسه يجي متكتف تحت رجلك تعتبريه حصل. لا تمام، شكرا جدا. ان شاء الله بينا نهبق. ها يلا.